اليوم نروح للمدينة تاع الواد ونشوف أين وصلت الأشغال بالممر تاع السفلي أو النفق السفلي لمدينة الواد، واللي يعتبر واحد من أكبر وأطول الممرات السفلية في الجنوب الجزائري. وهنا نشاهد الحجم تاعو والأشغال تقرب من النهاية تاعها. شيء جميل أن نشاهد مثل هذه المظاهر نتاع التحضر والتمدن، ونخلي المشاهد يشوف البقية نتاع الفيديو. والسلام عليكم.